معايا الاستاذ محمد مصطفى رئيس القسم الرياضي بموقع مسرا. مساء الخير يا استاذ محمد. الخير كابتن شوير. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله ربنا يخليك. كان هناك عتاب شديد من الكابتن احمد حسن على الخبر اللي بالصوره اللي بيقول ان هو وزوجته في اسم الشرطه وتبادل الاتهامات والاتهامات بالسرقه. واحمد حسن حقيقه كان حزين جدا، وهو راجل من منطلق احترامه للموقع وان هذا الموقع موقع كبير وله احترامه، قال انه كان من الواجب الاعتذار، وانا وافقته على هذا الطلب لانه برضو احمد حسن مش اسم قليل، ويعني اتمنى ان تكونوا متفاهمين الموقف يا استاذ محمد. لا بالتاكيد طبعا كابتن احمد حسن هو يعني عميد لعب العالم وشرف لكل المصريين في مسيرته الكبيره اللي قدمها في اوروبا سواء في تركيا مع بشكاش او اي الفرق اللي في او مع انترلاخ او مع منتخب مصر حتى. كويس. يعني هو اكثر لاعب مصري حصل على بطوله افريقيا. صحيح. احنا يعني انا رئيس قسم رياضي في موقع مصراوي يعني بقدم كل الاعذار لكابتن احمد حسن للخطا اللي حصل. هو لبس، مجرد لبس حدث عند المراسل ما بين اسم الكابتن احمد حسن وبين اسم كابتن احمد حسن جروب اللي هو كان لاعب سابق في نادي المحله ونادي الاهلي. احنا ما تاكدنا من الخطا اللي هو كابتن احمد حسن مش هو المقصود. على الفور تواصلنا سيستم مجدي رئيس التحرير في موقع مصري تواصل مع كابتن احمد حسن وزي ما دلوقتي بيعتذر له، وانا برضو من ناحيتي عشان عرفت ان حضرتك اثرت الموضوع تفضلت ان انا لازم اتواصل مع حضرتك ونقدم اعتذارنا لكابتن احمد حسن على الهواء. وكمان هيكون في لو حضرتك دلوقتي جمهورنا تصفح موقع مصري حاليا في اعتذار تقدم بيه موقع مصراوي لكابتن احمد حسن. والله ده يعني الحقيقه انا بحييك جدا على هذا السلوك وبشكرك لانه ده المطلوب، والعناد في مثل هذه الامور غير مجدي يا استاذ محمد. ولو كلنا اشتغلنا بالطريقه دي الاعتذار لا بيقلل ابدا، بالعكس الاعتذار بيكبر، ولما بيكون في موقفه وفي وقته وفي موقعه اعتقد بيزيد الانسان قيمه وقدر. انا بشكرك وبشكر موقعك يا استاذ محمد وبشكر كل الناس اللي عندك لانه ده سلوك حضاري ومحترم يا استاذ محمد الحقيقه. وانا بشكرك جدا يا كابتن شوير وبشكرك ان انت تحت لي الفرصه ان انا اكون موجود معاك على الهواء وقدم اعتذاري على الهواء لكابتن احمد حسن. هو في النهايه كابتن احمد حسن قامه كبيره ما حدش يقدر يقلل من قيمه كابتن احمد حسن ومسيرته الكبيره والعطاء اللي قدمه لمنتخب مصر طوال مسيرته قبل اعتذاره للكره. ونتمنى له التوفيق مع منتخب مصر واتمنى التوفيق كمان لمنتخب مصر ان شاء الله ويصعد لامم افريقيا 2015 ويفرح جمهورنا ان شاء الله. كتر خيرك، بشكرك شكرا جزيلا. ياه ايه ده، اخيرا في حد ما عندوش مشكله انه يعتذر في البلد دي؟ اخيرا في حد ما عندوش مشكله ان انا غلطان وحقك عليا؟ دي حاجه محترمه جدا. صحيح الخطا واضح، وصحيح الناس غيروه، صحيح الناس بدلوه، صحيح الراجل رئيس مجلس اداره ولا رئيس التحرير كلم الكابتن احمد حسن، لكن ان هم يسعوا كمان ان يطلعوا على الهواء ويقولوا هذا الكلام ده حاجه جديده، ده حاجه جميله. هنفضل نختلف وهنفضل ننقد بعض وهنفضل نزعل من بعض، لكن ما نفقدش احترامنا لبعض. هو ده بس اللي انا نفسي يعني. ما هو انا عمال المستشار مرتضى معايا على التليفون عمال اقول له لا وغلط وممدوح عباس ما اشتراش ده، ما كانش لعيب باسم ممدوح عباس، وحسام حسن رافض وده هيكسر في نادي الزمالك، والراجل متقبل وبنتكلم وبنقول، وقبلها الكابتن علاء نبيل على انتقاله، وقبلها الكابتن احمد حسن على موقفه من المنتخب. ده اختلاف لازم يبقى موجود. انا مش هقعد في البرنامج ده انا او زملائي عشان نفضل نقول ده احسن جون وده احسن لعيب